رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. وكتابك إني اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. درسنا وحوك بالأمن يا بابك سقالي لباتناد باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. حباب يا لا ترجعوا حول بنين ابو نبي بعدي اني قداشي كفارا قالوا او يضرب بعضكم رقاب بعض بركين بركة كالي او لغنتا كقرا حلو تيدا قالوا دم لها حدود يسوه دين علنيسة وحاصل كوا وحوي وأود يقود ما دي وسيوك لويهين أما أكل حوق بدنيهم بأكل أدبي الغوي يأكل الضعيف ساسو غني مكة شبهنا المسلمين تقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحق نبي له جرير وحقير حجة الوداع حجك سبوتين تنبي ناس دتك آموسي جرير ننعض دار بوها يددك إي آموسي. ثم قال وحق نبي لا ترجعوا بعدي أنيق قراشي حول بنينا كفارا قالوا أو يضرب بعضكم بركين أو قراعوا الرقاب بعد إن بكك لقوره دئي القنها وكقراح. أنا وحلو تيدا نبي صلى الله عليه وسلم مسؤوليات كيوا ويناي أمد وكلا دردار مي هي وحيابه أقوى ويناي أمد أقدقي وحي أهيد إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ليقينا إيمالكين بحرام بوهيهي الله بايدين كحرم المسلمين تبركوا ديني بركة لديقوا دي مالكوا لحلاشدان. أخرجه البخاري وصوصاري في كتاب العلم كتاب كعلمي أو كقورمي وقصوصاري باب الإنسات للعلماء باب كقصار سن علماء إن الله آمسوا أولا لديستو حبل كاتشرير ونبي كفيري استنست الناس دتك آمسي أيا بخاري فقدي سوحا وكقاتي إن علماء أمددك اللو آمسيو ليا بالشيخ بالبا وحينو شيريه يعني مكاب الآن لغي سنو أن كفا إلي سنو كلمة داتا لينو شيريه. حديث ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث كيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حلو ويلكم هوجيني ويحكم قبل موين لا ترجعوا بعدي أني القراشي هولا بنينا كفارا قالها الله بنين يضرب بعضكم بركين او قراعو رقاب بعض بركك لأولو انا ليقى مسلم كأو الروح او حلاش دوا لو قالوبي لكن هدانو حلاشن او كدعو ومعصية وكبيرة من الكبائر تدرد الدنبية ووين بيكمتان. اخرجه البخاري وصوصاري في كتاب الادب وكصوصاري باب ما جاء في قول الرجل ويلك خبل كأي أراه بننكو أرنا يورهوغوين باب كاسو كسو صار فقق قيق بخاري باوح علي لهدا فقه البخاري تراجم فقق بخاري باوح تراجمت هل حديث أما لما حديثه اسكمل على غيابا أفرتم باب إنو يعني مكا أكل قيبيو ومدول بمسألة علمي أو كاستنباد أو كنالي حي لي خلائق الإله سبحانه وتعالى علمي قسيه ويفكر صريحيان بخارنا علمي قبض بالغسي وفوق كل أوتيت من العلم إلا قليلا. باب بيان كفر من قال مدرنا بالنوء
xubaabiha cadayn la cadaynayo kufru man qaala, yacni gaalnimadiisa ruuxii yidhi mudirnaa binawi, waxaana lagu roobeeyey xidigii noocaas ah, seermaweydaa roobka noo keenay. Haddii ay ku roye saxal baa yimi, waa saxal baxnay, waxaasoo dhani waa gaalnimo, maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala deeqdiisii iyo raxmadiisii baa cid kale loo nisbaynay. masalada marka waxaa ku cad xadiisu sayid ibni khaalidin aljuhani radia allahu canhu qaal sallaa lanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam salaata asubxi, nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa na tujiyey salaadii subax buu na tujiyey, bilxudaybiyati meesha xudaybiya la yidhaahdo nagu tujiyey, samaain yani gadaashiisu nagu roobkaasi markuu habeenkii da-ay ayuu sarafa nebigu aadii uu ka baxay ayuu aqbala markuu rabo inuu kelmad u sheego ummadda ayuu wejigiisa qaabilin jiray, asagoo sii jeeda ummadda lama hadli jiray, hayalaado sii jeeda haddaad ummadda la hadasho kibir baa ku jira. Nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuu soo jeestay dadkii uu soo qaabilay, markaasu wuxuu yidhi faqaala hal tadruuna maada qaala rabbukum, ma garanaysaan rabbigiin wuxuu yidhi ma ogtihiin, qaaluu allahu wa rasuuluhu aclam, ilaahiyo rasuulkiisaa garanaya og. qaala wuxuu yidhi rabbi wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bii wa kaafirun, addoommadaydii waxaa waabariistay mid i rumeeyey iyo mid igu gaaloobay iyagoo ah, labay u qaybsan yihiin, mid ilaahay buu rumeeyey subxaanahu watacaala iimaan buu ku waabariistay, midna gaalnimu ku waabariistay. fa amaa man qaala ruuxuu yidhi mudirnaa, waxaana lagu roobeeyey bifadli illaahi wa raxmatihi, alle fadligiisa deeqdiisa iyo naxariistiisaanu roobka ku helnay, allah wuxuu yidhi fadaalika mu'minun bii, kaasi anigu i rumeeyey, maxaa yeelay nicmadii buu ilaahay u tiiriyey subxaana wa tacaala. waman qaala ruuxii yidhi wakaafirun bilkowkab, wuxuuna ku gaaloobay xidigihii buu ku gaaloobay oo xidigaha uma tiiray. wa amaa man qaala ruuxii yidhi na lagu roobeeyey oo roobka na siiyey xidigii nooca iyo nooca ahaa, fadaalika kaafirun bii, kaasi waa igu gaaloobay, wa mu'minun bilkowkabi, xidigaha ayuu rumeeyey ee aniga ima rumeyn. raxmadda iyo roobku waa deeq ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo, wa huwa aladii yunasilu alghaysa min bacdi maa qanaduu wayanshuru raxmata, waa allaha naxariistiisa iyo roobka iyo raxmadda usoo dejiya markay quusteen ka bacdi, allah subxaanahu wa tacaala soo deji. wa nunasilu min assamaai maaan dahuura baa ala leeyahy subxaanahu wa tacaala, samada biyo daahir oo aada cabtaan baa samada laydinka soo dejinaya. marka ruuxa mu'minka wuxuu leeyahay mudirnaa bifadli illaahi wa raxmatih, ilaahay deeqdiisa iyo raxmadiisaana lagu roobeeyey, alla uu tiranaya subxaanahu wa tacaala nicmada alleh, wuxuuna diyaar u yahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada uga mahadnaqo. mid kale xidiguhu uu tiranaa, xidigaha tiirinta loo tiirinaya laba qaybood waay. haddii xidigaha loo tiiriyo uu yidhaahdo xidigana roobka keenay, wuu ku gaaloobayaa, diintu kaga baxaya. hadduuse yidhaahdo roobka ilaahay baa keenay, laakiin asbaabaha iyo calaamadaha aanu ku darinay waxaa ka mid a xidigaha ayaa ka mid a, markaa ma gaaloobayo bay culimmadu yidhaahdeen. laakiin waxaad moodaa in badan inay u tiiriyaan roobka ay u tiiriyaan xidigaha, magacyay u yaqaaniin, waxay u yaqaaniin cawl, waxay u yaqaaniin seermaweydo, waxay u yaqaaniin dirir, waxay u yaqaaniin urur, waxay u yaqaaniin cadadxayn. cadadxayn ma taqaaniin? cadadxaynka waxa weeye waa xidig ay baasaystaan, xidigaas hadday arkaan waxay leeyihiin qofkaasi faqri iyo busaarad weligii ka bixi maayo, weligii xayn adhiya xoolihiisu dhaafi maayaan, cadaadxayn baa la yidhahda. xidigii cadaadxayn la odhan jiray baa soo baxay. marka qofka la kulma ama muuqaalkaa arkaa yacni wuu baasaysanaya. urur ma taqaaniin? urur maxaa la yidhahda?
xidigahan ururta la yidhaahdo ee dhowrka soo baxa soomaalida waxaad ka maqashaan in la yidhaahdo cabdullaahi urur, hebel urur, ina urur la leeyahay. Macnaha habeenkaas ururtu ay soo baxday iyo xidiguhu ay soo baxeen toddobada ah xabo ah ayuu markaa dhashay. tafaa'ulka ay ka tafaa'ulayaan iyo waxa ay yacni meesha ka malaynayaan waxa weeye ruuxani inuu tarmi doono sida ururtaasi ay u badan yihiin ayuu u tarmi doonaa marka yacni haddii ilaahay ku roo dhal badan buu yeelan doonaa bay leeyihin. waxaasoo dhan waa marka waa ictiqaad yacni jaahiliya oo la doonayo in la taqyiriyo la bedelo, maxaa yeelay ilaahay baa subxaanahu watacaala wax walba gacanta ugu jiraan. wacala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh. haddaad awlaad doonayso iyo haddaad roob doonayso iyo haddaad raxmad doonayso iyo haddaad risq doonayso intaba ilaahay subxaanahu watacaala alle subxaanahu watacaala weydiiso caqiidadaada saafi gare. baabu daliili cala ana xuba alansaari min aliimaan, xubaabu yahay daliilka ku tusinaya jacaylka ansaar la jeclaadaa inuu iimaanka ka mid yahay. ansaar ayaa ka horreeyay almuhaajiruun, yaa ku xiga alansaar. allah subxaanahu watacaala waa tauleeya waladiina tabawa'u daara waliimaana yuxibuuna man haajara ilayhim wla yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutu wayu'thiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuqa shuxa nafsihi faulaaika hum lmuflixuun. xadiisu anas ibni maalikin can anabiyi sal allahu calayh wasalam qaal, nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, aayatu liimaani, calaamadaha iyo astaanta iimaanka lagu garanayaa waxa weeye waa xubu lansaari, ansaar jacaylkeeda waay. waayatu nifaaqi, nifaaqa, calaamadaha iyo astaanta lagu garanayaana waxa weeye waa buqdu lansaar, yacni waa ansaar oo loo cadhoodo. haddaad doonayso ruux munaafiqa inaad ogaato waxaad isweydiisaa heerkee buu ka joogaa saxaabadii nebiga sala allahu calayhi wasalam. ashiica diintooda waxaa kaaga filan saxaabadii iyo jiilkii nebi maxamed xaggee bay ka joogaan? nebi buqdu lansaar, jacaylka, iimaanka calaamadihiisa iyo astaamaha iyo macaalimta waaweyn ee lagu garanayo waxaa ka mid a ansaar inuu jeclaado alle dartii uu jeclaado. waa raggii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi difaacay, waa raggii naftooda iyo maalkoodaba u huray, waa raggii nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam tolkii markay maka ka soo eriyeen yacni markaa madiine ku soo dhoweeyey ee nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi markuu dadka kale ka warramayo wuxuu yidhi alansaaru shicaarun wannaasu disaarun. ansaartu waa shicaar, waa marada jidhka sii xigta, waa dadkaan isku hallaynayo, dadka inta kalena waa marada dusha laga qaadanayo. hadday ansaari waddo marto dadka intooda kalena ay waddo maraan anigu waddada ansaareed baan qaadi. miyaydan raalli ku noqon maxamed guryihiini aad la aadaan? dadkii nebi maxamed ku yidhi salawaatullahi wasalaam waxay naga mudan yihiin xiqdi iyo warxumo inaanan u haynin. laa yuxibuhum ila ansaar naca oo u cadhooda abqadahu allah, ilaahay ha u cadhooda subxaanahu watacaala. casharatu lmubashiriin, almubashariina biljanna abubakr iyo cumar baa baxsan la oo markaa la maagaya. baabu bayaani nuqsaani liimaani binaqsi daacaat, xubaabu yahay caddayn la caddaynayo iimaanka inuu ku nuqsaamo daacadu inay nuqsaanto. iimaanku muxuu ku nuqsaamayaa? iimaanku wuxuu ku nuqsaamayaa daacadu yacni markaa inay nuqsaanto ayuu ku nuqsaamaya. aliimaanu yasiidu bidaaca wayanqusu bilmacsiya, iimaanku wuxuu ku siyaadaa allah subxaanahu watacaala daacadiisa macaasidana uu ku nuqsaano. xadiisu abi saciidin alkhudri, abi saciidin alkhudri xadiiska laga waranayo qaal wuxuu yihi kharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed baa soo baxay fii adxan aw fidrin, ciid aladxaa ama ciid alfidrigii buu soo baxay, ila lmusallaa musallihii lagu tukanayo iyo bannaankii ciiddu u soo baxay. famara cala annisaa'i, dumarkii buu soo maray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, faqaala wuxuu yihi yaa macshara annisaa tasadaqna, bal fiiri nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dowrka
iyo kaalinta dacwadiisa ay dumarku ku lahaayeen, qiimaha iyo wanaagga agtiisa ay ka leeyihiin dumarkiiba soo maray. Raggii markuu wacdiyey buu isyidhi dumarku maanay maqlayn, markaasuu dumarkii wacdiga ku qaatay yeelay dumarkiibuu u yimi. Markaasu wuxuu ihi yaa macshara nisaa, war dumarka kulankoodiiyow, tasadaqna wax baxsada, fainii uraytukunna aksara ahli nnaar, waxaa laytusiyey ahlu naarka inaad ugu badan tihiin ee wax la baxa. Faqulna wabima yaa rasuul allah, waxay yidhaahdeen oo maxay sababtu tahay rasuulka ilaahay, u maxaa keenay inaanu naar u badanno? qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh, tuksirna allacna, waxaad badisaan lacnada ayaad badisaan. watakfurna alcashiir, sawjka iyo ninku wanaagga uu idiin galana waad ku kufridaan, ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. maa ra'aytu, ma arag buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, min naaqisaati caqlin wa diin, diintooda iyo caqligoodu mid ay ka nusqaan badanta. yacnii xadiiskan dadka caqlaaniyiinta abaa si ay diinta islaamka ugu duraan oo gabdhaha ugu kiciyaan bay waxay yidhaahdaan, waxaa la yihi min naaqisaati caqlin wa diin, diintooda iyo caqligooduba waa nusqaan. dayib, ayadoo diintooda iyo caqligooda nusqaan lagu tilmaamay, baa haddana waxaa la tilmaamay oo nebigu tilmaamayaa kuwa ragga isku sheegay qaalibka yihiin. wuxuu nebigu yidhi salawaatullahi calayhi, yacnii middiin sida ay nin kasta oo go-aan qaadasho u saaxiiba ay qalbigiisa uga tagsiin badan tahay, macnaha midhaha qalbigiisa ku jira ay wax uga beddesho ma arag, buu yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wax lamid. qulna, waxaanu nidhi, wamaa nuqsaanu diinina wacaqlina yaa rasuul allah, gabdhihii waa soo taagan yihiin. su-aal bay nebiga weydiina, waxay yidhahdeen maxay tahay nuqsaanta diintayada iyo caqligayaga ku jirta, noo sheeg. nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi, alaysat shahaadatu lmar'a mislu nisfi shahaadati rajul, soo markhaatiga ku miyaanu ahayn, yacnii ninka markhaatigiisa barhkeed miyaanay ahayn, oo labadii dumare hal nin markhaatigii miyaanay u dhigmin? dayib, qulna, waxay yidhaahdeen balaa nacam, haa, alle magane u dhiganta. qaala wuxuu yidhi, fadalika min nuqsaani caqliha, taasi waa nuqsaanta iyo dhimanaanshaha yacnii ku jirta caqligeeda ku jirta. alaysat idaa xaadat, markay xaydo oo dhiiggu uu ka yimaado ama caadada ay hesho, miyaanay ahayn lam tusalli walam tasum, midaan soomin oo salaadii aan tukan? qulna bala, haabay yidhaahdeen alla mahade. qaala wuxuu yidhi, fadalika min nuqsaani diiniha, taasina waa nuqsaanta diinteeda, ayuu ku yidhi nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. ninka caqlaaniyiinta la yidhaahdo ee dadka diinta islaamka yacnii raba inay ku diraan oo mustashriqiinta iyo gaaladu ay sheegaan in haweenayda yacnii muslimadda uu ka yacnii dhaamo ninka, yacnii markaa haddii ilaahay ku roon yahay ee acraabiga ah ee jalfiga ah ee aan caqliga lahayn, ayagu waxay u dhigaan maanta, waxay yidhaahdaan xadiista waxaa ku jira qaar aan la qaadan karin, haye qaarka aan la qaadan karin waxa weeye, ma waxaa la odhan karaa gabadha mutacalimadee b h d-da qaadatay maanta ama master diyaarisay iyo oday laba gabdhood oo noocaasa iyo oday acraabi oo reer baadiya oo gar iyo shaaruba leh, yacni ma waxaa la odhan karaa odaygaa garka iyo shaarubaha leh baa ka caqli badan? fiiri yacni markaa qaabka ay wax u talbiisiyeen, waa qaabkii ahlu kitaabka lagu tilmaamayo. ilaahay wuxuu yihi, alladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abnaa'ahum wa ina fariiqan layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun, xaqi bay garan, cidda la tartansiinayo waa ogyihiin masaladu inaanay ahayn rag iyo dumar, takaaliifta iyo rabbi subxaanahu watacaala iyo cibaadadiisana ragga iyo dumarku ay u siman yihiin, qof walibana waxa uu keenayo keensado ilaahay uu la agtegayo, oo aan loo fiirinayn kani ma dumar baa, kani ma labbaa, midna aan loo fiirinayn. laakiin masaladu waa masale khaasoo ku tacalluqda markhaatiga iyo marxalada ay gabadhu marayso oo la kulmayso cibaadadeeda nuqsaani ay ku jirto. masaladaasna
ninka sidaas leh wuxuu ku jeesjeesayaa qur-aankii rabbi subxaanahu watacaala waana gaalnima iyo sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. Maxaa yeelay ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala yani wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakuunii qraa, ilaahay baa isku lamaaniyo yidhi labadii dumar ahaa markhaati marka la gelinayo ha laysku lamaaniyo hadday midood hilmaanto si ay midii kale u xusuusiso. dadkaasi marka caqliga ayaa shaydaanku ka wasakheeyey shubahaadkii iyo mustashriqiinta iyo gaaladayna qaateen wixii gaaladaana la qurux badnaatay. qur-aankeenna iyo sunnadeennuna waa la qiimo badnaan waayey. akhrajahu albukhaariyu fii kitaabi alxayd buu ku soo saaray baabu tarki alxaa'idi assawma, haweeneyda xaa'idada ama dhiigga qabtaa inay soonka ka tegayso baabka uu kaga waramay buu ku soo saaray. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال حبابها عدين لعدين يؤهان شها إيمانك ألا لرمي يؤو أهاضي أعمى شمتك وفضلك بدن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل وحنبي قال لويدي أي الأعمال أفضل عمل لذا متكيبا وفضل بدن قال حر إيمان بالله ورسوله rumayn alle iyo rasuulkiisa la rumeeyo ayaa ugu fadli badan. ruuxa bini aadamka ah qiimaha badan raasamaalka ilaahay ku hibeeyey ee in badan uu ka qadiyey alle subxaana wa tacaala waa iimaanka qalbigaaga ku jira oo ilaahay uu kugu gallad sheeganay. yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaani in kuntum saadiqiin. إيمانكاس مرك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله في عنان يكرتي يمسكح بدنان لكن الله نوقدقي وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لا ليل سبحانه وتعالى. قيل وحلي ثم ماذا محاكو حيث قال الجهاد في سبيل الله الله سبحانه وتعالى تذكي سأولوها الجنو iyo diintiisu inay kor noqoto. qiila suma maada qaala xajun mabruur xaj lagu baarinimo sameeyey. akhrajahu albukhaariyu fii kitaabi aliimaan baabu man qaala ina aliimaana huwa alcamal, baabka uu kaga hadlayo iimaanku inuu camalka uu ka mid yahay. xadiisu abi dar radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sa'altu nabiya sal allahu calayh wasalam, nebiga ayaan weydiiyey ayu alcamali afdal, camalka keebaa ugu fadli badan. qaala wuxuu yihi iimaanu billaah, alle oo la rumeeyo, wa jihaadun fii sabiilihi, wadadiisoo loo halgamo. qultu waxaan yidhi fa ayu riqaabi afdal, qooraha la xoraynayo am. qaala wuxuu yidhi aclaahaya, ehelkii dhex joogta midda ugu wanaagsan. oo yadacu nnaasa min ashari, dadka ayaad sharka aad kala tegaysaa. fa innahaa sadaqatun tasadaqu biha calaa nafsik, waa sadaqo aad ku sadaqadaysay nafsadaada aad ku sadaqadaysatay haddaad dadka sharkaaga aad kala tagto oo aad ka ilaaliso. xataa wax kale oo sadaqo aad la baxdo haddaad weydo, ummaddu sharkaaga ha ka badbaado, khayrkaaga iyo wanaagaaga iyo samahaaguna ha gaadheen. akhrajahu albukhaariyu kitaabu alcitqi baabun ayu alriqaabi afdal. xadiisu cabdillaahi ibni mascuudin qaala wuxuu yihi sa'altu nabiya sal allahu calayh wasalam, nebigaan weydiiyey ayu alcamali, camalka keeba axabu ila allahi, ilaahay xaggiisa loogu kalgacayl badan yahay. qaala wuxuu yihi assalaatu calaa waqtiha, salaad waqtigeedii la tukado ayaa loogu kalgacayl badan yahay. qaala wuxuu yihi summa ayu, maxaa ku xiga haddana. qaala wuxuu yihi biru alwaalidayn, loo baarinimo sameeyo. qaala wuxuu yihi summa ayu, qaala aljihaadu fii sabiili illaah, kelmadda alle inay kor noqoto oo loo halgamo. qaala wuxuu yidhi xadasanii bihinna, wuu iigu waramay nebi maxamed, kuwaas ayuu ii sheegay. walow istasidtuhu, haddaan ka siyaada dalbi lahaa oo maxaa ku xiga, maxaa ku xiga aan odhan lahaa, la zaadanii, waa ii siyaadin lahaa nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh. akhrajahu albukhaariyu waa soo saaray fii kitaabi mawaaqiti salaa, baabka ku saabsan mawaaqida salaada. baabka ku saabsan mawaaqida salaada ayuu ku soo saaray.
حديثك أبو در رضي الله عنه معنيه ستركيبك يعني ويرى أدبيها لكن أنا دين كل علي صورة هان سيادو فهمتان نبي صلوات الله وسلام عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيام ويدي أي العمل أفضل عمل ككيباء وفضل بضل قال وحولي إيمان بالله فمن ألا الله رمي سبحانه وتعالى يو جهاد في سبيله يو ذلي سألوها القم قلت وحاني فأي الرقاب قرها متكوديبا أفضل وفضل بضل وأضمها لحرين يومتكيبا وفضل بضل قال وحولي أعلاها ثمنا مدة أقول عكت بضن أو قالصا وأنفسها مدة لوجت عليها عند أهلها أهل كذا أكثر أقول نفيسا أدوم يسق قيمة ما يعني ويك لا قيمة بدنيين أدع دوما مترى وقت جاي ترين قلت وحن فإن لم أفعل هذانا الصمين سلا محاسة مية قال وحن تعين صانع مد صمين يا يسا يعني اللي أخرق مد فعلك صنعين يؤوان وحبا قرانين أيابكو كالمينس قالوا حولي فإن لم أفعل هذانا صمعين محان صمعي تدع الناس ذاتك أياد كتريسا من الشر شركبات كتريسا ذاتك فإنها صدقة صدقاء يكوتها وتصدق بها على نفسك نفس داراتك صدقة ليستي وعدك بحصي باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حباب يهي أهان شهاء وهذا الشرك دم بيضا متك وغفوش رحن إيو عدين العدين إيو الشرك قداشي محا كحيقا دم بيجي كحيقا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيام ويدي أي ذنب أعظم دم بكيبا أبوين عند الله إله سبحانه وتعالى أكتس قال وحير نبي أن تجعل لله إلهي إن ضيش ندا وحار الله بربر ندا وحوي مثيلا وشريكا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلهي وحار بربر ركتو هذا الله برده وحلق يبسو وندرتو عبال لكوها قاتسو من هذا الله بربر ركتو إن تصميسو والحال هو الألن سبحانه وتعالى خلقك مثلك أبو رئوية قلت وحان إن ذلك أرنك سيلا عظيم ودم بوين قلت وحان ثم أي محاكو حقا قال الحوري أن تقتل إنا ديشو ولدك المهد إنا ديشو تخاف أبو أخعب سنة أن يطعم معك مع هذا إيا لترك هذا إنو كفلقو تو المهد حدود لسا فقرك بقبادود لسا وسيد الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم عروتين فقرك بقه ودلنا أنك إذن رساقين إذنك إيا إيقبا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إيقا إيا إذنك بأنك إذن رساقين بالله سبحانه وتعالى حقا إلمهن إلهي بأفك أتحي سبحانه وتعالى رحمك هو يكو أبو ري سبحانه وتعالى أليه شاكو أبو ري إيكو حناني إيبر بي الله ميادكو هلين ويدي سبحانه وتعالى مستقبل كيسة محادو وفكري عادو لذا هو مقدي ألاكو هلين سبحانه وتعالى لما ديدنا الروح إنه استراتيجي يصميستو يعني هديلا يكو إلوه مستقبل كودو كفكرو مرحا إن للدقاء لما إستمين جرت القرآن كنا وكدي يعني فاملي بلان بالي حوغا يسكتو سنية خويدو هدي إلمها يعني مكا كل بمضانيس و إلمه هرد المدية أي يسكو حيك حيقان يعني هدي إلهي كورو يعي بخاتير مسلمين أو الحقيقيين أي حقيقيين يعني هويدا إن لباتا أبئي منس إن إلمها يعني مكا أي كوريان هدي إلهي كورو يعي خويا مركا وقت جالس وكل لغدرو ووقت أي كسر ربان علماء الإسلام كسيد فري وحكوا حجة وحنقول قلت ثم أي محكوا حجة قال أن تزاني إن أتكسر يسطو يعني حليلة جارك درس كذا حاسك إذا إن أتكسر يسطو أي دم بيدي ووين تكمله وموضوعها بينه رأي إنه أدو قصه هل لني
أخرجه البخاري في كتاب التفسير بقصة ساري تفسير سورة البقرة باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا هي حديث كي يعيد سوافتي باب بيان الكبائر وأكبرها دم بيد كو ذو وين عدين لعدين يمدك وبسي وين حديث أبي بكرة أبي بكرة مدعس والنفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي على أنبئكم ميانا إذن كورمي ورما بأكبر الكبائر دم بيد وين كو أغوين ما إذن كورما ثلاثا صدح تيربوير نبي كلمة سيلو فهمه وحكو العلين جري صدح تير ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما إذن كورما ميانا إذن كورما إن دم بيد كو وين قالوا بلى يا رسول الله وحيلا للنعم فسولك إله أنه قورهن باهبا نؤقبنا إن أدنوق هذا دكتو أنه قد دكتو دنبيه كو دواوين نبي حجر صلوات الله والسلام على الشراك بالله وإلهي والله شرك السمعيو حق يسعي عبادة أو متستعيدك للولا طيبيو وعقوق الوالدين لبدا والد وعاق لغو النقضو ومعناها بره بإحسانك إيصم فلك أي كقولها أين أدقودي ويدو وحقوق الوالدين وجلس فلسطين نبيه فقال أحد ألا وقول السور إيا مرخاتيك بينتا إيا حذلك بينتا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت نبيه كمسؤول لي ألا وقول الزور ألا وقول السور إيا حذلك بينتا إيا مرخاتيك بينتا فما زال كمسؤول يكررها إنه كل علنيه حتى قلنا إلعن لن ليته شليت ليسه سكت مؤامصه يعني شفقة عليه حريصا نبيك قلنا حريصنا يا صلوات الله وسلام عليه فبيع عبد المؤمنين عباد الرحمن وحاكم الهي والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللقو مروا كراما بخاري بصوصار في كتاب الشهادات بقصوصار باب ما قيل في شهادة السور بحي لغير مرخات بيان لها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحل على الشراك بالله وإله الله شرك سمعه وعقوق الوالدين إلا بدأ والد عاق لغو نقضه إيا وقتل النفس نفتي إلهي ديقي ذا حرم أول ديلو إيا وشهادة الزور إيا مرخات بيان لها أيا دمير ووين كاملة كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور حلم إذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حر اجتنبوا كالإرادة السبع الموبقات تدول الدنبئة وحلاق كالإرادة قالوا يا رسول الله وما هن رسولك إله محيهن تدول الدنبئة وحلاق قالوا حر الشرك بالله أبو هريرة الله والله شرك السمعي حقيقي يو السحر سحرك ماشي لوها لك سمي وحوي وحيالها شركي وحامل وحشي سحرك سحرك غيبه صعودا وقالما فروح سحرك سمي وقال بنص القرآن ما قال يقول وتإله لي سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا نبي سليمان ما قالوا بين لكن شياطين قالوا بي حيكو قالوا بين يعلمون الناس السحر ذاتك أي سحر كبريان برشاد سحر كواقالهم مركي ذاتك سحر كبريان محيلة هاي فما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أنه فتنة النهي قال لما أن الله صدر إيها قالوب سحر كمرك واقالهم يعني ها هذا السحر كاسي سحر سحر التعديل سحرك لو يقانو كالجينتا وقويسك اي حاسسك اسقرا انت اللي كالجيهيو والله اسكدرو ابي سوين يبهر الله يستقدقو سحر التعديل بها لو يقانو سحرك لبادوحا لو يقانو سحر التحبيب ومديدة يعني روحا مكو اقولين اناد مديديسو كدبنا مركا لمديديسو سيدي هل اي مغار او كودة بقلو سحرك نوعاسنا سحر التحبيب بها الهداء ومديدة
odayaashii hore markaa nin weyn gabadh la siiyo, gabadh yaroo da' yar marka la siiyo haddii ilaahay kuu roon yahay ay diido, ayayoo nin wadaad ku sheega oo meelahaas jooga ayaa loo tegayay, kadibna ulbu wax ugu soo akriyay ushaa ku dhufur odhanay. Ushaa markay ku dhufatay sidii haashii iyo maqaarkii marka uu ku dhuftay ay u dabagelis, ma diigaalayaa taasi. kutubta ay isticmaalaan waxaa ka mid a kitaabka loo yaqaano macsharu lfalaki, daylamiga iyo macsharu lfalakiga ayaa ka mid a, saacatu lkhabar iyo aafaaqu lburuuj iyo waxyaaba la yidhah, noocaas oo jadwal shaydaaniya uu ku qoran yahay oo kilkilooyinka ay ku sitaan oo kitaaba la moodo laakiin kitaab shaydaana oo aan kitaab ahayn ayaa ka mid a. wadaad beri, yacni markaanu qur-aanka noo dhigayay, kitaabka ibnu abi jamraha xadiiskana noo akhriyayay, ayaa qandigii uu ku sitay kutubtaanu baadnay annagoo caruura. marka waxaan ka helnay kutubta waxyaabaha kitaabka lagu sheegay xariiqaha badan baan baanu ku aragnay, laakiin waqtigaa maanaan fahamsanayn. yacni waxaan moodaynay kutub waaweyn oo maraajica oo cilmi uu ka buux. noocyada sixirka qaabkiisa oo dhanina waa xaaraan, ama ha ahaadeen kuwa weelka wax ka eega, ama ha ahaadeen kuwa dhulka iyo dambaska xarxariiqa, ama ha ahaadeen kuwa yidhaahda satellite baan wax ku fiirinaya. yaa haween miskiinadaa u tegay South Africa joogto, ninkeedii meelaha Europe iyo Maraykan joogaa meelahaan u tegay, bal ninkii iga warna ayaantan baabkiisa waa saari la'ah, intuu mara madaxa saarto wuxuu odhanaya waa lagu hayaa baabkiisa. haye koobiyaabu saa u rugrugi, saa u fiirfiirin. wuxuu leeyahy ninkan kumaba soo socda, naag kalaaba gaariga ugu jirta, maxay tahay naagta kale gaariga ugu jirta, tiibuu marka marada madaxa ugu duubaa. naag kalaa gaariga ugu jirta, ninkan ma kuu soo jeedo safar, sanadkii hal mar buu iman jiray sheekhu, maxaa ku dhacay? ma kuu soo socda ninkaas, bug reeri waa isku diraan. miskiinkani muxuu qaybka ka og yahay? qaybkii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh uu yidhi, walow kuntu aclamu alqayba lastakfartu min alkhayr wamaa massaniya suuq, ina allaha cindahu cilmu saaca wayunasilu alghaysa wayaclamu ma fi larxaam wama tadri nafsun maada taksibu qada wama tadri nafsun biayi ardin tamuut. guriga uu ku jiro gadaashiisa waxa taagan ma ogaa. haddana Maraykan iyo Yurub iyo Kennedy iyo Australia iyo qaaradaha adduunku ka sheekaynaya uu leeyahay saasaa jirta. miskiin daciifa oo markaa qalbigeeda diin iyo caqli badanna aan lahayn rumaankii iyo miirkii uu ka xadaya. qodobka labaad waxa weeye, saddexaad waxa weeye, waqatlu nafsi, naftii in la dilo, allatii taasoo xarama allaahu, ilaahay uu xarimay, ilaa bilxaqi, xaq in lagu dilo mooye. wa aklu ribaa, ribada oo la cuno, ribada oo la cuno. marka hore riba cuno waxaad u diyaar garowdaa dagaal, fa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuuli, u diyaar garooba ilaahay iyo rasuulkiisa inaad dagaal la gelayso, si kastoo laguu buunbuuniyo. guri qaado, waxbarashaa lagaa bixinaya ha lagu yidhaahdo, gurigan isqaado, iska soo celi ha lagu yidhaahdo, gaari ha lagu siiyo, adduunka si kastoo laguu buunbuuniyo. nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi, ilaahay wuxuu ballan qaaday ribada inuu tirtirayo, yacnii ribadu waxay ku dambayn doontaa yaraansho ayay ku dambayn doontaa. nebigeennuna wuxuu yidhi, hal shilin ama hal dirham oo riba ah oo ruuxu uu cuno isagoo ogbaa waxay ka dembi badan tahay lix iyo soddon dumar ah inuu naysto oo xaaraan ugu tago. cajiib, hal dir oo la carar inta gaalada iyoan u daga. waqadfu lmuxsanaati lmuminaatnade muminiinta muminaadka ka mid ahaa, alghaafilaat xaggay ka baxdaa, hawsheedu ma sahlana, anaa kaa aqaana ayuu leeyahay. waa dembi weyn carabkiisu. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, caaisha umi lmuminiina markii sinada lagu galay, watxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiim, waxaad u malaynayseen wax fudud laakiin ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waa ku culus tahay. akhrajahu albukhaariyu, waa soo saaray fii kitaabi alwasaaya, baabu qowli llahi tacaala, ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulma
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر ذنبي ذواوي وحاكم ذواني بقوله أن يلعن الرجل والديه قفك إنه نعضل لبدي سوالد. حديث كلا فصير يوحلي: وكيف يلعن الرجل والديه؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه نمب أروح كلو أبيه نعضل أما هو عاي مكاسا يسجن أبيه يوغي وحلق الشيء. قيل وحلي: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل منك سيب أنعضل يا والديه؟ قالوا: حلي يسب الرجل يعني ننكو وحعايا مفروحو وحعايا أبا الرجل روحك لآبه فيصب أباه ويصب أمه وكسو آبه إيهو يدي كيك لنعايا مركا أباها يا أسو تيدي عيدا أديد أسو تيدي إنا العرف كاك إلى لسي أحي إنا العيدا إسك إلى لسي أحي ولي بسو مالد وكحك ترى مي قانين الجساء من جنس العمل مي قانينو مركات تراهدو يعني قفك والدك هذا احتشبت وآبها وحاقصة مئات تراهد أما كلب بات تراهد كنت تراهدو عقول إيه كلب كلب للي إيه إنك جيسا كيب قولي أما أديك إيه آبها إيه أبوغا إيه ميشات كتم إيه وعقول ترنا يا وحاذا نقراني بقول ترنا مركا آبها إيه خويدا إيه والدك حوسو تشيدين يعني مركا عي حوسو تشيدين إيه إنه مركا أديك لا يكورون يهي يعني مركا أي عرب كاغا والسبب أنه قضاء إن لا أفلقا ديو هديرا يكون خويو إيا آب وحي كامد ناي بري بي كامد إن يعادو البكف فكرتو وما إسلام با وحي تريب إلى هدين إلى وحن هل جيدا معنى ها إيضو سفرد إلى أهي وقبلا هاي قد إغنى عرور سيبه أجيدا عرور سي كلي إله سبحانه وتعالى لما ويدستيه وعفي عن روحه إنه إله سبحانه وتعالى عرور خير قرته الله سبحانه وتعالى أوديسته أن بيد نصاصة يعني ربي هب لي ذرية ضيبة ربي يو أولاد وناجسا أو باريال النوحي بيبي لهاي إله أولاد نسيمي لهاي ذرية ضيبة إنك السميع الدعاء إله أولاد خير قرته نوحي بي دعاء المؤمنين وحكم إذا ربنا هب لنا من أسواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يعني ساسا دعاء كم الهيد مركا وحا لقم مرمانا روح مسلم كاي مركا إن الأسو تشيدين يعني مركا عن الأسو تشيدين عي عن الأسو تشيدين والدك عن الأسو تشيدين إن شاء الله تعالى إنها سبحان عاوة كتب شرينا درسينا هل نرى دمان بدين دوننا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خيرا.